متابعي انفاس تي في، رجعنا لكم في لقاء جديد. كيف ما كتشوفوا حنا مازلنا متواجدين في مدينه ابن احمد، هذه المدينه اللي معروفه بالعدد الكبير ديال المهاجرين اللي منحدرين منها سواء في الديار الاوروبيه او الديار الامريكيه. معنا اليوم احد افراد الجاليه المغربيه المقيمه في الديار الايطاليه اللي غيحدثنا على تجربه الهجره وغيدوينا على بزاف ديال الحوايج اللي كتخص الجاليه. اهلا بك سي عثمان. مرحبا بكم عبد الحميد، مرحبا بكم وشكرا لكم على المجيء ديالكم باش تاخذ واحد الصوره على مدينه ابن احمد وتحط المشاكل ديالها واللي تعاني من الساكن وتعاني من الشباب. وبالنسبه لي كمهاجر بالديار إيطاليا تنشوف ان المدينه فيها بزاف ديال المشاكل وتتعاني من بزاف الشباب من خلال يعني من خلال مشكل الشغل، مشكل الفضاءات الرياضيه، فضاءات يعني التربويه الترفيهيه، ما كاينينش بزاف ديال الحوايج هنايا تفتقد ليها المدينه اللي كانت مدينه في السابق، كانت مدينه اللي هي كانت مدينه زوينه وكانت مدينه اللي غدا اللي عندها واحد مسيره مزيانه. ولكن للاسف كل عام بعد عام تتشوف انها تترجع للور. عثمان، انت من المهاجرين المغاربه، حنا كنعرفوا ان المهاجرين المغاربه وخصوصا في الفتره ديال الجائحه ديال كورونا كان عندهم مساهمات كثيره للوطن ديالهم، يعني دخلوا العمله الصعبه بواحد الكم هائل اللي قدر بالملايير ديال الدراهم. فبالنسبه لك انت كمهاجر مغربي، شنو كتقول على هذه البادره اللي قاموا بها المهاجرين المغاربه؟ وهي بادره ديما تقوم بالجاليه المغربيه، والجاليه المغربيه ديما في يعني في تقوم بالدور ديالها كمواطن خارج البلاد، وذلك بارساليات مساعدات استثمارات، يعني ولو الظروف اللي خلاتها تخرج يعني تهاجر البلاد ديالها، يعني انها ما تتنساش البلاد ديالها وتتقوم بالدور ديالها لانها تتحب البلاد ديالها، تتحب الوطن ديالها، وتتبغي تساهم باش تشوف الوطن ديالها يزيد لقدام وتشوف شي حوايج اللي هما زوينين. ولكن للاسف بعد الاحيان تجي تلقى شي حوايج اللي هي بالرغم الارساليات، بالرغم بزاف ديال الحوايج اللي تقوم بها الجاليه، تيكون بزاف ديال الاكراهات، تكون بزاف ديال المشاكل، بالاخص بالنسبه في الوثائق ولا في الوثائق، يعني تتطلب واحد الوقت طويل باش تاخذهم. يعني في الاداره هنا الاداره المغربيه ديما تتكون واحد تدير واحد العائق باش تحل عائق، ما فهمتش واش تيبغوا باش تعطيهم واحد القدر مادي ولا شي حاجه باش يسهلوا لك المسائل، باش يسهلوا لك ديك الاوراق اللي هما خاص من حقك تاخذهم. وزياده على ان بزاف ديال الجاليه اللي جات دارت استثمارات ولا شرات عقار هنا وقعت مشاكل، يعني من طرف سماسره العقار او من مافيا العقار اللي بزاف سيرتو في مدينه الدار البيضاء اللي كاين بزاف ديال القضايا في هذا الشكل هذا ديال السماسر ديال مافيا العقار اللي استغلوا طيبوه واستغلوا الثقه ديال المهاجر وخذوا ليه رزقو بهذه الطريقه. وبالنسبه لك انت كمهاجر تعرضتي للاستغلال؟ لا، بالنسبه لي انا عمري ما تعرضت للاستغلال، ولكن كاين اصدقاء اللي تعرضوا للاستغلال، يعني كاينين بزاف. وكما تنشوفوا ثاني التتبع ديالنا في الاخبار من خلال الجرائد ومن خلال الصفحات في الفيسبوك تشوفوا بان بزاف ديال الجاليه تتعاني من هذه المشاكل خصوصا مافيا العقار. حنا دابا في فتره الصيف وضروري ملي كتجيو الوطن ديالكم فكتبغيو تدوروا في البلاد ديالكم وتشوفوا مجموعه من المناطق وتستمتعوا بالسياحه هنايا. فبالنسبه لك هنايا واش ملاحظتيش بان تيتم استغلال ديال الجاليه المغربيه من طرف الناس اللي كاينه في المدن السياحيه هنايا؟ وهذا حتى هو مشكل اللي تتعاني منه الجاليه، يعني الجاليه كما تجي تقول غتقسم الرحله ديالها فين غتمشي وفين غتدوز الوقت ديال الصيف ديالها مع وليداتها. ولكن للاسف تتمشي مثلا تتمشي المحلات ديال الاكل تتلقى واحد المبلغ اللي هو خيالي باش اللي تطالب به مثلا ذاك المحل ديال الاكل ولا ذاك المقهى، يعني اثمنه خياليه، يعني ما تتلقاهمش في اوروبا، يعني تيشوفوا يعني تيقولوا هاد الناس جايين من اوروبا راه وقيلا تيلقاو الفلوس ماكينه ولا فلوس راه مشيت تتماكينه، الوغ تيستغلوا هذوك الظروف
وتيكون زيادات خياليه. وهذا الشيء تنطلبوا من الناس اللي هما للناس اللي هما عندهم واحد الغيره، والناس اللي عندهم واحد يعني مسؤوليه، مسؤولين على هذا المجال يعني ديال السياحه، يعني يكونوا ياخذوا بعين الاعتبار هذه المشاكل اللي تتعاني منها ماشي غير الجاليات، يعانوا حتى الناس ديال الداخل ديال البلاد اللي هما تنظن الاكثريه تكون الطاقه ديالهم الماديه شويه ضعيفه، وتيبغيو يبدلوا الجو في مدن اخرى، الا انهم تيتصاطحوا مع الغلاء الاسعار ديال الريستورات ولا ديال المقاهي، يعني باثمنه خياليه. وعلى ذكر غلاء الاسعار، شنو الراي ديالك في هذه الموجه ديال غلاء الاسعار اللي شادت البلاد في الاخير؟ غلاء الاسعار انا بالنسبه لي حتى في ايطاليا كاين غلاء الاسعار، يعني حتى في ايطاليا كانت زادت واحد النسبه ديال في المواد الغذائيه وحتى في المحروقات، ولكن في ايطاليا كانوا الناس اللي يعني مسؤولين على البلاد و يعني البرلمان كانوا تاخذوا واحد الاجراءات، اجراءات تسهيليه للشعب، يعني بالنسبه للمغرب ما كانتش الاجراءات، يعني وكما تنشوفوا هنا في المغرب اللي هي تتزاد زيادات عاليه في الوقت اللي تنقصوا واحد النقص اللي هو قليل ماشي بزاف. في الاخير بغينا نسولوك، انت قبل ما تمشي للديار الايطاليه كنتي من الناس اللي عندها مشاريع في مدينه ابن احمد، ولكن شنو الدافع اللي خلاك انك تاخذ تجربه ديال الهجره وانك تمشي لواحد البلاصه اللي انت ما كتعرفش فيها شي واحد اللي زعما ولا شي حاجه اللي مضمونه تماك؟ انا صراحه كنت كفاعل جمعوي جمعيه النصر الرياضيه للكيك بوكسين كاراتي، انا عمري ما كنت فكرت نمشي نهاجر ولا نغادر البلاد، كان جات فكره في مده اسبوع اللي كنت عطيت واحد الكلمه لواحد السيد اللي كنت مشيت انا وياه، يعني جات فكره يعني كاع ما كنت نفكر ليها ولا كنت نديرها في الحسبان ديالي، يعني جات وطبقتها والله يسر، واخا بالرغم الظروف بالرغم بزاف ديال المشاكل، يعني الانسان فاش يكون غادي حارق تتلاقى بزاف ديال المشاكل، تتلاقى بزاف ديال الضغوطات، بزاف ديال الحوايج، يعني اللي هي ربما الا كان شي واحد يعني في النفسيه ديالو ضعيفه ولا في الشخصيه ديالو ماشي قويه، يعني يقدر يتصاب بزاف ديال يعني امراض نفسيه، فهمتيني؟ ولكن بالنسبه لي انا التجربه الحمد لله خديتها ك على يعني بحال تجربه بحال كوك، يعني بالضحك خديتها والحمد لله الله ييسر، وصلت يعني واخا بالرغم يعني دوزت 10 دول، ولكن الحمد لله وصلت لايطاليا واستقريت تماك، والحمد لله دابا انا 11 عام. كانت تجربه بالنسبه لي زوينه، ولكن ما نوصيش وحدين اخرين يقوموا بنفس التجربه، يعني اللي بغى يمشي للطاليان خاصو يمشي اما يمشي بالوراق ديالو، حيت الا مشى حارق يعني غي النهار الاول غيحط رجلو في ايطاليا غيلقى مشاكل اخرى اكثر من المشاكل اللي لقى في البلاد ديالو اللي هاجر على قبلها. يعني تنصح الشباب اللي بغى يمشي بالوثائق ديالو، ما يمشيش بسميتو، ما يمشيش بشي حارق، حيت بالنسبه للتجربه ديالي كانت تجربه قاسيه بالرغم انني وصلت، ولكن كانت تجربه قاسيه. وكان هذا هو لقاءنا اليوم مع احد المهاجرين المغاربه المقيمين في ديال الخارج، فحكي لنا عن التجربه ديالو ودوينا بمجموعه المواضيع اللي متعلقه بالجاليه المغربيه. فهذا هو اللقاء ديالنا اليوم، على امل اننا نتلاقاكم في موضوع جديد ومع ضيف جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.